الأطباء يخلون مسؤولياتهم أمام التفشي المتزايد لوباء كورونا في البلاد. 65 طبيباً في صنعاء وقعوا على بيان مفتوح لمزيد من التوقيعات حذروا فيه من العواقب الوخيمة لتفشي الوباء، ملقين باللائمة على سلطة الأمر الواقع في المدينة والمواطنين على حد سواء. كشف البيان عن أن حالات الإصابة بوباء كورونا في تزايد مستمر يوم بعد آخر، مع تزايد في عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض، في الوقت الذي رأى فيه هؤلاء الأطباء عدم التزام الناس بإجراءات الحظر الصحي وضرورة التباعد الاجتماعي. ضمن الأطباء بيانهم 10 توصيات شددت على ضرورة مراعاة الشفافية في الإعلان عن العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وهي إشارة واضحة إلى التعتيم الذي يمارسه الحوثيون حول حالات الإصابة والوفيات، في حين انصرفت بقية التوصيات إلى المطالبة بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر، وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي وإغلاق كافة الأسواق والمحلات التجارية والجوامع وأماكن بيع القات وغيرها من التجمعات. التوصية طالبت كذلك بإغلاق المدن التي ينتشر فيها الوباء حتى لا ينتقل إلى القرى والمدن الخالية منه، في ظل توجه المواطنين نحو العودة إلى قراهم مع حلول عيد الفطر المبارك، والتي قد تكون كارثية وفقا لهذا البيان. كسر الأطباء حالة الصمت التي فرضتها سلطة الأمر الواقع الحوثية في كبرى مدن البلاد، مضيفين قدرا كبيرا من المصداقية للأنباء التي تم تداولها طيلة الأسابيع الماضية لشأن الإصابات والوفيات التي جرى التعتيم عليها في وقت تحولت معها تداعيات كورونا في مدينة كصنعاء إلى مشاهد يومية معتادة، كمراسم الدفن محدودة العدد هذه التي جرت لأحد الضحايا في خزيمة، أقدم وأكبر المقابر الواقعة وسط المدينة. يحرص الحوثيون على بقاء عجلة الحياة مستمرة في وقت يعجز فيه القطاع الصحي عن التعامل مع الحالات المتزايدة من الإصابات بكورونا، لتبقى المدن التي يسيطر عليها الحوثيون مجرد مقابر وأصوات تمجد الموت والموت وحده.